في الذكرى 41 لتأسيسه المجلس الأعلى محطات جهادية وأدوار ريادية. مطالب تصفير العملية السياسية لها تبعات يرفضها الشارع العراقي وأطراف سياسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام. لا شك أن استشهاد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في نيسان من عام 1980 ترك فراغا كبيرا في قيادة الحركة الميدانية والسياسية للساحة الإسلامية العراقية. طبعا كان من الصعب إيجاد بديل داخلي في هذا الظرف الحساس لقيام النظام آنذاك بتصفية حركات المعارضة. بعد أن تعذر وجود البديل في الداخل، كانت هناك حركة دؤوبة ومتواصلة لتأسيس كيانات تأخذ على عاتقها مجابهة التسلط والجور الذي تمارسه السلطة الحاكمة، لكنها لم تكن بمستوى الأهداف والطموحات وتواجه مشكلات عديدة، حتى جاء انبثاق المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 17 من تشرين الثاني لعام 82 عندما أعلن آية الله السيد محمد باقر الحكيم تشكيل هذا الكيان لقيادة الثورة الإسلامية في العراق، ويتحمل المنضوون فيه مسؤولية التصدي لمثل هذه المهمة التاريخية حتى الإطاحة بالنظام الدكتاتوري، ثم يترك الأمر بعد ذلك للشعب العراقي في اختيار نظامه السياسي من خلال الانتخاب المباشر ليواصل المجلس خطة الجهاد والعمل المؤسساتي وصولا لذكراها 41 اللي أحياها هذا اليوم السبت. أما في ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة، الحراك الشعبي اليوم في الشارع العراقي والمطالب اللي تهدف لإنهاء العملية السياسية الحالية وإعادة تنظيمها بذرائع عدة، وأبرزها الإصلاح اللي تنادي به بعض الأطراف قد تكون له تبعات عديدة. فلو تم تنفيذ المطالب بإعادة الانتخابات من جانب، راح تحتاج الكثير من الوقت والتهيئة المالية، ومن جانب آخر راح نعتاد أو نعيد نفس سيناريو الأزمات الحالية بدءا من قبول النتائج بالانتخابات والرفض وصولا إلى خلاف على شكل الحكومة في حال لم تأتي خلافات جديدة أخرى. فمن هذه التفاسير يرى المراقبون صعوبة تنفيذ المطالب وإعادة العملية السياسية إلى الخطوة الأولى. إذا المشاهدين الأحبة، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة راح نناقشها تباعا، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. الآن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق حقيقة قائمة في العالم. انظروا الآن تصريح بسيط، أنا يوم حتى واحد قال لي قال المجلس الأعلى الآن رصيده صار عالي جدا، قلت هذه بركة الإمام الحسين سلام الله عليه، مو هذا بحديثنا. هذه حقيقة من الحقائق يجب أن يفهمها أبناء شعبنا، أنه يوجد عندهم مؤسسة ببركة دماء الشهداء، ببركة تضحيات، ببركة أمل، جهود نهار، علماء مجتهدين مثقفين مضحين طيلة هذه المدة تمكنوا أن يدون مؤسسة لها هذا البعد ولهذه الصدر. إذن ففي هذه الساحة تمت إنجازات وسوف تتم بإذن الله إنجازات، إذا كان عندنا صبر، إذا كان عندنا مواصلة للطريق، إذا كان عندنا ثقة بالله، إذا كان عندنا ثقة بأنفسنا سوف نصل بإذن الله إلى أهداف. لكن قل وأقول أيضا نحن عندما نتحرك نتحرك بروح الأداء الواجب. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بحفل مهيب استذكر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ذكرى تأسيسه 41 مستذكرا قيادات الراحلة إلى عليين، ومؤكد السير على خطاهم في العمل المشترك وصولا لتحقيق المشروع السياسي اللي يضمن كرامة العراقيين وحقهم في دولة تحفظ حقوق أبنائها. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة، ولكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. في الذكرى 41 لتأسيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أقام المجلس حفلا بهذه المناسبة مستذكرا فيها الأدوار المحورية التي لعبها في توجيه بوصلة النضال
وقيادة تحرك ثوري ضد نظام الطاغية صدام. برغم فقدان عناصر التوازن في القوى والإمكانات، فالمحطات الجهادية والانتصارات كانت شاهدة عيانا. وما بعد 2003 لعب المجلس دورا رياديا في المشهد السياسي، ابتداء بعودة شهيد المحراب، مرورا بلجنة صياغة الدستور التي كان يرأسها الشيخ مام حمودي مثبتا فيها حقوق المكونات، وصولا إلى حضوره في المواقع التنفيذية والتشريعية. ونحن نذكر اليوم الذكرى 41 عن تأسيس المجلس الأعلى، وهذا دليل أنه هذا المجلس هو مجلس ثوري ومجلس تواصل الجهاد والنضال. المجلس الأعلى ساهم مع شركائه ونظرائه من المكونات السياسية والأحزاب السياسية في إرساء مسألة الانتخابات، وبالتالي اعتبارها الطريق الشرعي للوصول إلى الحكم، وعلى ذلك ساهم في إقرار الكثير من القوانين وغيرها التي تصب في خدمة الشعب العراقي والعراق داخليا وخارجيا. هذا الحفل الذي استذكرت فيه الجموع الحاضرة السجل التاريخي الحافل بالإنجازات لم يغب عنه الحديث عن أزمة الانغلاق المحكم الذي يعيشه العراق، ويطرح المجلس رؤيته للأزمة السياسية الراهنة، ويدعو لتغليب الوسائل الحضارية المنسجمة مع روح القانون لتفادي الانحدار إلى الهاوية. يعود اليوم ليستثمر ذكرى التأسيس 41 ليقول أن إرادة الشعب العراقي هي التي تحكم العراق وهي التي تحدد مصيره، لا يمكن كسر إرادة العراقيين أو فرض إرادات عليهم. الشعب العراقي هو الحاكم، هو من يختار، هو من يقرر. لذلك أي مساعي لإصلاح النظام هي محل قبول ومحل اتفاق وطني، لكن بالاعتماد إلى الضوابط والمسارات القانونية والدستورية ومن خلال اعتماد لغة الحوار. الحفل شهد أيضا ندوة حوارية تطرقت لسبل التوفيق بين مكتسبات المرحلة فضلا عن معرض يجسد المراحل التاريخية لحراك المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وبين المنجز والمستقبل تاريخ عريق وصرح عظيم. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين سماحة السيد فرات الشرع رئيس مكتب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في البصرة، حياكم الله سماحة السيد، أهلا بحضرتك. وكذلك أرحب بالسيد أمين الغزي عضو المكتب السياسي المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، حياكم الله سيد أمين. أبدأ معك سماحة السيد، يعني كانت هنالك دراسة مستفيضة من قبل شهيد المحراب في وضع نواة هذا التشكيل الجهادي، ونظرا للمعارضة وإقصاء المعارضة من قبل النظام المباد وطغيان السلطة الحاكمة آنذاك، تم تشكيل المجلس في الخارج إيمانا منه بأن الوضع العراقي يجب أن يتغير. كيف تنظر إلى معطيات التأسيس؟ شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى متابعيكم مشاهديكم الأعزاء في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته. فعلا له سؤال كبير في حجمه ومضامينه، وهذا السؤال يأتي من حرص على إيضاح هذه الأمور كما هو في لقاء اليوم. نعم، السيد شهيد المحراب وبعد تمرحل ونضوج فكرة تأسيس المجلس الأعلى، وبعد أن مرت بمراحل كثيرة ولا يسعنا الوقت أن نتكلم عن هذه المراحل التي مرت حتى انطلق المجلس الأعلى بلمح الإضاءات، يعني نعم، تكون هناك، ولكن كان للسيد الدور الكبير، الدور الأكبر الذي وضع النقاط على حروفها مستندا ومستقيا لذلك من الرؤية الأساسية السياسية الكبيرة والحاذقة التي يتمتع بها سماحة السيد شهيد المحراب قدس سره، بالإضافة إلى ذلك إلى الاستنارات التي كان قرأها وفهمها من الواقع الإسلامي في المنطقة، بالإضافة إلى أنه سليل المرجعية وكذلك العضد العضد الأيمن للسيد محمد باقر الصدر قدس سره، كما أنه للعلاقة الوطيدة ما بينه وبين مؤسس الجمهورية الإسلامية السيد الإمام الخميني. كل هذه بالإضافة إلى الذكاء الذاتي للسيد والشعور الذاتي، فدائما لما يكون لا يمكن أن يكون الإنسان قائد إلا أن يكون رحب الصدر، بعيد المدى، واعي البصر والبصيرة، وبنفس الوقت الكبير الصبر والشعور بالشعب العراقي فردا فرد أنهم أبناء
هذا الشعب هم أبنائه الحقيقيين، سواء كانوا كمجتمع أو كجمهور أو كشعب. من هنا كان يضع النقاط ويخطو الخطوات، ولم نجد خطوة لم تصل إلى نتائجها أو لم نجد خطوة ينتقل عليها في من سياسيين، سواء كانوا في داخل المجلس أو من خارج المجلس. وهذا ما امتاز به السيد شهيد المحراب. كذلك مصطلح المرجعية الدينية السياسية كان يليق بهذه الشخصية، لما عرفنا عنه من نجاحات كبيرة سواء كانت في للعراق أو في المهجر أو في المنطقة في الإقليم وحتى عالميا وضح ذلك. فكانت الأطروحة في 82 أطروحة ناضجة تبلورت عن معاني كبيرة وأسس عريقة. الحمد لله الآن نحن نعيش معطيات ذلك المنتج الذهني والفكري للسياسة لسماحة السيد. والأخوة الآن، أخوة وأبناء السيد الآن، هم في افتخار واعتزاز كما رأيناه اليوم في برنامجنا وهو الذكرى 41 للمجلس الأعلى. فهمنا ورأينا مقدار شدة الافتخار والاعتزاز بهذا الأرث الكبير وبهذا الفكر العميق وبهذه الرؤى الواعية وبهذه الأخلاق القويمة والرؤى السديدة. والآن الأخوة يعملون على عقل جمعي مستقبلي من أجل وضوح هذه الرؤية للأجيال اللاحقة إن شاء الله. مبارك لكم ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للإسلام العراقي 41، ومبارك لكم سيد أمين الغزي هذه الذكرى. نتحدث على البعد الاستراتيجي الذي تحدث به سماحة السيد الشرع، يضاف إلى ذلك الظروف الموضوعية التي تم تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي في الخارج وسط نظام قمعي صدامي دكتاتوري في العراق. الوقوف بوجه طاغية ليس من السهل، بل أن حتى الجهاد كلمة في وجه هذا الطاغية، ولم تكن كلمة فقط بل كان مخططا استراتيجيا. على مستوى الاستراتيجي، كيف كانت علاقات المجلس الأعلى مع بقية التشكيلات التي تأسست كمعارضة لنظام البعث في الخارج، ومدى العلاقات الارتباطية اللي تم تأسيسها مع هذه الجهات الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش هذه الأيام من ذكرى تأسيس هذه المؤسسة الخالدة، المؤسسة الشرعية التي تأسست في الجمهورية الإسلامية، وقادها وأسسها خيرة من المجاهدين والعلماء، وفي طليعتهم شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر حكيم. استندوا في تأسيس هذا التشكيل على فتوى مفجر الثورة الإسلامية السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. الغاية كانت هي تحرير الشعب العراقي، إعادة الكرامة. كان هذا الحزب الظالم الذي جشم على صدور العراقيين لم يستطع أن يقاوم من الداخل، كان مستبد يستخدم كافة الأساليب الوحشية في قمع ليس المتصدين فقط للعمل الجهادي بل حتى عوائلهم وأبناء عمومتهم. اضطر الكثير من المجاهدين إلى مغادرة العراق إلى سوريا وإلى الخليج وإلى الجمهورية الإسلامية. كان السيد الحكيم كل همه هو كيف توحيد هذه القوى الإسلامية والوطنية تحت غطاء شرعي، واستطاع بفضل الله توحيد هذه القوة بإطار اللي هو المجلس الأعلى، وانضمت تحت لواء المجلس الأعلى جميع القوى الإسلامية وعملت على مقاومة هذا الحزب البائد. وفقا لذلك سماحة السيد، يعني شهيد المحراب والملاك الأساسي الذين شكلوا معه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بالتأكيد أنه سارعوا إلى إقامة حراك محموم وسريع، كل هذا يهدف إلى التعريف بمظلومية الشعب العراقي في الداخل المغلوب على أمره، حركات مقاومة تظهر ولكن سرعان ما تخمد. طيب التأييد الشعبي اللي تم استحصاله للمجلس الأعلى الإسلامي وهو في الخارج، كيف انعكس على قلع جذور النظام المباد من الأساس، وبالتالي استقامت الأمور لولا أن بعض الجدال السياسي والحراك السياسي لربما يكاد أن يخرجها عن نصابها؟ نعم، كان السيد الحكيم وكل من معه من الأخوة الأعزاء لم يعملوا على مشروع واحد، بل كانوا يهيئوا عدة مشاريع ويروا المناسبة بين الواقع والموضوع وبين الضرورة والموضوع، ويقدموا المشروع الأكثر ضرورة.
لذلك مثلا في يوم من الأيام أعطوا القضية التعبوية التبليغية والقضية التعبوية التوعوية الحيز الأكبر من الوقت، وفي يوم آخر لما استدعت الضرورة كانت القضايا الأخرى التعبوية الجهادية. ولذلك شكل فيلق بدر بتلك البطولة وتلك الاستعدادات للتضحيات، وكانت هناك حالة تكامل ما بعد الخروج من الواقع الاستكمالي إلى الواقع التكاملي. ففعلا مرة مشروع شهادة وجهاد، مرة مشروع ثقافة وتعبئة وتبليغ وتوعية، مرة مشروع امتداد علاقات. فرأينا قد نفذت إلى قلوب الأحرار في الشعب العراقي، سواء كانت في المهجر أولا وخارج المهجر ثانيا وفي النفوس العراقية، ولمسناها لمس اليد، حيث كانت هناك لنا إذاعات كما هو العراق الثائر وكما هو بعض الصحف، وجدنا أنها هناك الشعب العراقي يتعاطى معها تعاطي سليم طيب عميق، وكذلك تلقي حسن، يتلقون هذه الأصداء وهذه النداءات وهذه التوعيات. وشهدنا بالواقع ليس فقط من باب الاستبيان، شهدنا بالواقع. وأنتم تتذكرون بعد السقوط، والسقوط لم يكن صدام سقط لوحده، بل بعد أن تمت تعريته من قبل المجلس الأعلى عري النظام، وبينوا الأخوة الأعزاء المجلس الأعلى عملوا على كيف يبين ويعرف النظام سلبيات النظام للواقع العراقي، وكيف يعملوا على توضيح مظلومية الشعب العراقي للأمم المتحدة وللجماهير العراقية التي في أماكن مختلفة. هذا كان له دور كبير. مثلا لا أريد هسه لعله أضطر لبعض الكلام، مثلا كان هناك يستدعي من منظمة حقوق الإنسان الأممية، يستدعون إلى أماكن في طهران وأتذكر في ميدان فلسطين، وهناك يأتون إلى استقصاء الحالات، يستغربون هؤلاء. ولما يوما بعد أخر بعد آخر تبين لهم بالوثائق من قبل أخوة ينفذون إلى الواقع العراقي ويتحسسون عن قرب ويأتون بوثائق، من هنا الأمم المتحدة والجانب حقوق الإنسان أثار هذه القضية، وبدأ إلى أن وصلت القناعة الكاملة لدى الأمم المتحدة وغيره أنه هذا النظام أصبح متعريا وما عاد أن ينفع. إلى أن كانت إسهامة المجلس الأعلى هي الإسهامة الأساسية الكبيرة في هذا الإيضاح والتعريف. وفقا لذلك نصل إلى مرحلة 2003، وعندما عاد شهيد المحراب إلى العراق أستاذ أمين، لربما ما تفضل به سماحة السيد كان هو الممهد لفهم الجمهور في الداخل لطروحات المجلس الأعلى في الخارج، التساق المجلس مع جمهوره. عند لحظة الاستقبال كان استقبالا مهيب، كان هنالك تفاعلا مع هكذا طروحات. ما هي ذكرياتك مع هذا الاستقبال وكيف جرت الأمور؟ بصراحة كان السيد الحكيم يخاطب الأمة مباشرة، كان يؤمن بعمل الفريق وشعور بالمسؤولية. استطاع من خلال بعد سنة 90 استطاع من خلال ملف حقوق الإنسان أن يصل مظلومية الشعب إلى الأمم المتحدة وإلى المجتمع الدولي، كشف جرائم صدام وأعوانه. وبالتالي كان أكو تواصل بين أبناء الداخل والأخوة في الجمهورية الإسلامية وإن كان في السر بصراحة. ولكن بعد 2003 عندما عاد شهيد المحراب رضوان الله عليه، كان أول محطاته عن طريق البصرة، كان استقبال مهيب، لم يكن استقبل شخصية أخرى غيره. والدليل على ذلك هو التفاف الشعب العراقي في مختلف أطيافه حول هذه المرجعية وهذا الرجل الذي يضمن له الكثير كونه ابن المرجعية العليا لأتباع أهل البيت، والتي تمتاز بالعدالة والإسلام وكل الصفات الحميدة. كان كل همهم هو خلاص الشعب وتحقيق الحرية والعدالة لهذا. لذلك كان يتنقل سماحة الشهيد المحراب من محافظة إلى محافظة. كان الأخوة تستذكر في 2003 واعتقد في الشهر الخامس، كان الأخوة وفريق الخاص بالسيد يواجهون المصاعب كيف يشقون الطريق إلى السيد.
حتى في إحدى المحافظات كنا موجودين، إنه الناس من كثر فرحتهم وحبهم وولائهم للسيد ناموا في الطريق كي يقطعون الطريق أمام سيارات الوفد للسيد. الغرض من ذلك كانوا يطالبون إنه السيد ينزل في الأرض حتى يتباركون فيه. كان الاستقبال من قطع النظير إلى أن وصل إلى النجف الأشرف، وكانت المحطة المتميزة في صحن أمير المؤمنين وخطبته المشهورة التي دعا فيها الشعب العراقي إلى الالتفات والالتزام بالمرجعية الرشيدة. وهنا هذه أيضا كانت نقطة مفصلية، تسنم المجلس الأعلى سماحة السيد للمناصب التشريعية والمناصب التنفيذية التفت كثيرا لمعاناة الشعب العراقي. على سبيل المثال سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي عندما كان له اليد الطولة في وضع الدستور وتعديلات الدستور وغيرها من هذه المسائل اللي ثبتت مرتكزات قوية للشعب العراقي بكل أطيافه دون تمييز بين هذه محافظة أو تلك وبين هذا المكون أو ذاك. طيب هذه النسيج الاجتماعي والمحافظة على هذا النسيج ومقبولية الجماهير، بالتالي كيف استطاع المجلس الأعلى أن يركز على كل هذه المفاصل وهو كان يمثل شريحة مجتمعية عراقية واحدة؟ نعم، قبل أن أدخل في جوابكم المباشر الذي تفضلتم به، لعله أن أعود لما سبق وتفضلتم كيف وجدتم المحطات السابقة. أتذكر حال قدوم السيد سماحة السيد إلى البصرة، ونحن كنا في بداية مستقبليه للبصرة كما كنا في معيته في هناك. أتذكر هذه المقطع، الكلام كثير بهذا الخصوص والذكريات تكثر، ولكن أتذكر على الجانب الإعلامي كان نجاح محمد علي أسأل الله سبحانه وتعالى له السلامة والحفظ إن شاء الله، كان قد حضر لنا في المجلس الأعلى في البصرة وطلب مني أن يكون لي لقاء خاص بخصوص قدوم السيد والواقع في المجلس الأعلى. أنا في بداية كل شيء كنت قد قدمت له شكر خاص على عبارة انطلقت منه، وهذه العبارة أريد أوصلكم إلى ما هي شدة الاستقبال والمحبوبية. كان العبارة التي تفوه بها الأخ نجاح محمد علي في ذلك الوقت قال: وعاد خميني العراق. وعاد خميني العراق يعني التناظر ما بين الجمهور لما جاء الإمام الخميني إلى حاضرة في ميدان آزادي، ولما حضر السيد شهيد المحراب إلى ساحة الاحتفال بالبصرة، يعني التناظر في الجمهور ومستوى الجمهور والتعطش في الجمهور أما وحب الجمهور لهذه الشخصية، فهذه المناظرة مناظرة كانت في محلها من على كل الصعد والحيثيات. أما تفضلتم المجلس الأعلى كما تفضلتم، لعله إذا تسمح لي لا أقول يعني نعطيها غطاء أكبر، المجلس الأعلى في كل عمره شخصياته ومبانيه وأفكاره لم يكن في يوم من الأيام في حركة معينة تحرك لأجل كيان واحد أو فئة واحدة، بل المجلس الأعلى كان ولا زال وسيبقى ينادي لمصلحة الشعب العراقي كشعب كاملا، لا لفئة معينة ولا كيان معين ولا مكون معين. ومن هنا لو ولا أريد أن أحتكر هذه القضية والخصوصية المجلس الأعلى، ولكن لو الآن وفقتم لاستبيان يوم غد في استبيان، وبالإنصاف هذا الاستبيان ستجدون أن المجلس الأعلى على رأس قائمة المحبوبية. إذا كان هناك ما يثار أنه التقديم، لماذا؟ لأننا نريد أن نبني بلد، لا نريد أن نبني فئة أو نريد أن نبني مجموعة معينة أو نكون لنا أنانية ضيقة أو أنانية واسعة. أقول سماحة الشيخ رئيس المجلس الأعلى سماحة الشيخ همام حمودي كان له الدور الكبير في قضية سن الدستور، وكذلك كثير من سواء في الغرفة التشريعية أو المكان التشريعي، بالإضافة إلى اللجان، اللجنة الخارجية، لجنة العلاقات الخارجية كان له الدور الكبير في مأسسة وتأسيس بعض المعالم التي من خلالها يبنى المجتمع بناء ثقافي واعي واقعي ويؤسس إلى دستور ضامن وإلى أنظمة داخلية ضامنة لما يريده وما يطلبه الشعب العراقي من تحقق المصالح. طيب نعم. يعني أستاذ أمين، اليوم لما يقيم المجلس الأعلى ذكرى أو احتفالية بالذكرى 41، لم يغب عنه الأزمة السياسية الحالية، و
خصص لها ندوة تفاعلية تشاركية لطرح الأزمة السياسية والانسداد السياسي اللي يعاني الواقع العراقي على الساحة السياسية. بالتالي ما أهم المخرجات اللي خرجت بها هذه الندوة حسب يعني حضورك لهذه الندوة؟ الله يسلمك. فعلا كان اليوم برنامج احتفالية بالذكرى التأسيس، لكن لم تغب مشاكل البلد والوضع الراهن وخصوصا الوضع السياسي عن همومنا وتفكيرنا وهواجسنا. طرح المجلس الأعلى مبادرة لحل هذه الأزمة من خلال تبني الحوار الهادئ. ممكن يكون الحوار مباشر بين الأطراف، ممكن حوار يكون شامل واجتماع شامل لكل القوى الإسلامية، أو ممكن هناك طرف ثالث يثق به الطرفين لغرض الخروج من هذه الأزمة. إن بقيت هذه الأزمة ليس من مصلحة طرف دون آخر، الجميع متضرر وبالأخص الشعب العراقي. اليوم الحكومة معطلة، الموازنة معطلة، المشاريع وكل ما يخص حياة المواطن معطل منذ أشهر. لا يمكن ولا تحل هذه المشاكل وهذه الأزمة إلا من خلال الحوار، وتطرق لها المجلس الأعلى من خلال مبادرته التي تضمنت عدة نقاط، منها اعتماد الدستور كمرجعية للحوار، والإيمان بمبادئ الديمقراطية التي أسست لهذا البلد بعد 2003، كذلك احترام ومتابعة توجيهات المرجعية والدفاع وحماية المؤسسات الحكومية وعدم التجاوز عليه. أشكرك شكرا جزيلا السيد أمين الغزي عضو المكتب السياسي المجلس الأعلى للإسلام العراقي، ضيفا كريما في الأستوديو. وتتفضل معي سماحة السيد برات الشرع كي نتابع مشاهدي الأحبة بعد الفاصل. مطالب تصفير العملية السياسية لها تبعات يرفضها الشارع العراقي وأطراف سياسية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. الاعتصامات والإرباك اللي حدث في الشارع خلال هاي الأيام قد تسهم ويسهم بإرباك الشارع مثل ما يعلق عليها المراقبون. بالتالي هاي المطالب اللي تريد إعادة العملية السياسية إلى نقطة البداية قد تحتاج عدة أمور حتى يكون من الممكن أن توصل لتنظيم العملية السياسية الحقيقية. لكن فشل الحوارات الأخيرة اللي تعتبر بوابة للتفاهم بين القادة السياسيين المختلفين راح يعمق الأزمة ويزيد من حدة الخلافات. مشاهدي الأحبة نفتح هذا الموضوع، لكن بعد أن تطلعنا الزميلة نهى الشمري على تفاصيل أوفى، ومن ثم أفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. في ظل تباعد وجهات النظر ورفض الحوارات الداعية إلى تقارب الآراء، تقترب الاعتصامات أمام المنطقة الخضراء من 30 يوماً. المعتصمون ومن ورائهم من محاشدين يتمسكون بالمطالب التي انطلقت لأجلها هذه المظاهرات، ألا وهي إعادة الانتخابات، معترضين طريقة تشكيل الحكومة المرتقبة. وفي المقابل تستمر مظاهرات حماية الدولة وشرعيتها للحيلولة دون المساس بالمؤسسات الحكومية. هذه المشاهد توحي لمراقبي أن الأزمات في طريقها إلى التعقيد أكثر للوقت الذي يجر الطرفان حبال قراراته بقوة، وبالتالي تشظي البيت السياسي له تبعات تلقي بظلالها وما تحتويه من ضرر على المواطن. ولا تستثنى العملية السياسية من الإرباك جراء ذلك، فالمطالب التي تهدف إلى تصفير العملية السياسية وعودة الخطوات إلى المربع الأول بعدما شرفت على الوصول إلى مقتربات النهاية لهو أمر يرفضه ذوي الاختصاص والمراقبين، لما له من نتائج سلبية تدخل البلاد في تخبط جديد. وقائع كانت نتائجها إفشال الحوارات القائمة بإعراض المدعوين من التيار الصدري والحزب الديمقراطي والسيادة عن الحضور، وهذا ما يعمق الأزمة أيضاً،
فرغم تسارع الأحداث والأزمات لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه المعطيات الحالية في قابل الأيام، سوى التصعيد الذي يوعد به بعض الأطراف وفق المؤشرات الحالية للمشهد السياسي. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، أجدد ترحابي بضيف الكريم سماحة السيد فرات الشرع رئيس مركز المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أو رئيس مكتب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في البصرة، حياك الله سماحة السيد. وكذلك أرحب بضيفي الكريمة دكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات، وينضم معي عبر سكايب السيد كاظم الحيدري عضو ائتلاف دولة القانون من كركوك، حياكم الله ضيوفي الكرام. أبدأ مع حضرتك سماحة السيد، اليوم لما تفرد ندوة حوارية تخصصية، يعني حسب متابعتي لعدة احتفاليات جرت سابقا بأن هذه تعتبر سابقة، لم تكن هنالك ندوات، نكتفي بالاحتفال وإبداء الكلمات. الندوة اليوم ما هي مخرجاتها وتوصياتها وإلى أين ستتجه بوصلة الأحداث؟ نعم، كانت الندوة تناولت كثير من الصعد والحيثيات، منها ما يخص المجلس الأعلى تأسيسه وسابقته، ومنها ما يخص الحالة الجهادية وواقعها وآثارها، ومنها ما يخص الواقع الحالي المعاش. وفعلا كان تسليط للضوء قد تلقاها المستمع، وكان تعاطي طيب سليم وتلقي واعي. ومن هنا لعله إذا أردنا أن نفهم إلى أين سنصل علينا مراجعة الماضي، فكانت لمراجعة الماضي من أجل أن نأخذ منه جذوة إنارة للمستقبل، فكانت مراجعة الماضي مراجعة طيبة سليمة عريقة أثارت الاعتزاز والافتخار، بنفس الوقت فهم الواقع، والواقع فهم بشكل أدق وأكثر من خلال الأخوة الأعزاء الذي هم أداروا هذه الندوة، وهم من الأخوة الأعزاء أصحاب الباع الكبير في العملية السياسية والعملية الجهادية. بنفس الوقت بعد مراجعة الماضي وفهم الواقع انطلقنا إلى مواكبة التغير، هذه المواكبة للمتغيرات التي طرأت على الساحة العراقية فهمناها بشكل دقيق، ومن هنا نأتي إلى نقطة أخرى وهي التطلع إلى المستقبل واتخاذ القرارات. فكانت ندوة فعلا نمط جديد من الاحتفالات، والتي اعتاد عليها أصحاب الكيانات السياسية أن يكون هناك احتفال سنوي لذكرى الكيان السياسي الذي هم. أما اليوم رأينا هذا الاحتفال امتاز بامتيازات كثيرة، وهذه الامتيازات منها ذاتية وأخرى موضوعية، ومن الامتيازات الموضوعية هذه الحالة للندوة التي بيّنت للمستمع المشاهد من خلال الفضائيات والمستمع المباشر كثير من الأمور وكثير من الحيثيات الواقعة. وجدت ترحب بحضرتك دكتور هاشم الكندي. نلاحظ بأنه هكذا أحزاب سياسية، عندما تحدثنا بالملف الأول عن استراتيجية التأسيس، وصلت إلى هذه المرحلة وهي تنظر إلى الواقع بتماس مباشر، بالتالي عندما تطرح فيها المشاكل السياسية اللي وصلت كمراحل نهائية وانسدادات سياسية، نلاحظ أيضا في المقابل بأنه هنالك طرحا من التيار على لسان وزير القائد بأن هذه المبادرة الجديدة تقوم على مبنى لا تشترك جميع الأحزاب في والشخصيات في الانتخابات المقبلة، وهذا أيضا يعد حسب تعبير تغريدة الوزير بأنها أهم من حل البرلمان، بالتالي لا درجات خاصة لا مدراء عامين لا موظفين على حد تعبير التغريدة يكونون من المنتمين إلى الأحزاب. طيب في أي بعد نضع هذه التصورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ أحمد، تحية موصولة إلى مشاهديكم وإلى ضيفيك الكريمين السيد الشرع والسيد الحيدري. في العمل لا إملاءات ولا وصاية ولا فرض، بالتالي هذا يخرج العمل عن صيغة الديمقراطية وتعدد الآراء والشراكات. ما يطرح هو انتقالات توضح بأن لا رؤية استراتيجية لمن يطرحها. نحن في أيام قلائل شاهدنا مطالبات أولا بحل الدستور، ثم بتغيير النظام السياسي،
بعد ذلك مطالبات بانتخابات مبكرة وحل البرلمان، وهذا الأمر استدعى تعطيل لمؤسسات سيادية بدءا بالتشريعية وتوجهنا نحو القضائية بالتعطيل والتهديد والوعيد، وهذا الأمر رفض على مستوى العالم. حتى بيان الاتحاد الأوروبي كان يشير إلى هذا، العالم ينظر إلى احترام الديمقراطية، احترام تطبيقاتها ومخرجاتها. الآن نأتي إلى شيء هو يمثل اجتثاثا للأحزاب السياسية التي عملت، وإن كان غلف بطريقة وبعنوان وبشعار اقتلوني ومالكا، لكن هذا الأمر لا يجوز في العمل السياسي أن يخرج شخص نفسه أنه أنا أيضا لا أشترك، ولكن من أعطى لأي طرف الحق والسلطة بأن هو الذي يزكي وهو الذي يشخص وهو الذي يصدر الأحكام ويطبقها ويريد الآخرين أن يتبعها؟ ثم هذا الأمر الذي دائما ما يركز للأسف من قبل جهلة القوم ومن قبل المغرضين ومن قبل الإعلام الأصفر وتصوير الأمر كأنه مشكلة ما بين الإطار والتيار، بينما هذه المطالب لا تختص هذين الفئتين فقط، تختص كل الشركاء بالوطن. بمعنى اليوم مثل ما كان مطلب الانتخابات المبكرة وحل البرلمان، مثل ما كان إلغاء النظام السياسي أو إلغاء الدستور، هل هذا فقط من صلاحيات واختصاصات الإطار أو حتى التيار؟ والآن عدم المشاركة واجتثاث الأحزاب إذا صح التعبير، هل هو هذا فقط يشمل الإطار أم ما هو موقف الأطراف الأخرى؟ هل الطرف الذي طرح اليوم هذه التغريدة هل يفرضه على الأكراد والسنة؟ هل سيقبلون به مثلا؟ هذا هو الأساس. اليوم لابد أن تكون الخطوات والطروحات عملية وواقعية وليس الشعاراتية. في الشعارات الكل يطرح شعارات متشابهة، لكن في التطبيقات وبما ينفع الناس هو هذا الأساس. نعم حاسب من هو كان إشكاليا، ثم اليوم عندما نطرح نقول كل من اشترك بعد 2003 لا يحق له أن يشترك، وماذا عن من أعطى دماء وأعطى شهداء؟ هنالك من قتل بسبب تصديه لمسؤولية بعد 2003، هؤلاء كلهم لابد أن يبعدوا. ثم هذا الأمر الذي طرح بمعنى ذلك الذي كان قبل 2003 يكون مشاركا الآن لا عليه إشكال مثلا؟ هذا أيضا طيب، هذه جدريات مهمة نناقشها. هذه كلها عندما تطرح طلبات لابد أن تكون فيها واقعية وفيها وضوح، وأيضا فيها توجه حقيقي لمن، من هو المعني بالإجابة والاستجابة والتطبيق. طيب الواقعية والوضوح اللي يتحدث عنها الدكتور هاشم الكندي أستاذ كاظم الحيدري، حياك الله مجددا. هذه الواقعية والوضوح لربما أيضا نأخذها من زاوية الحوارات اللي بادر بها الإطار التنسيقي بصورة عامة وخلال الفترة القريبة الماضية، ومن ثم وصل إلى مرحلة لا مبادرات ولا حوارات، بل أن حتى المبادرات التي تصدر من الطرف الآخر لا يقبل بها. نجد أن التيار الصدري وعلى يعني ما نصت هذه التغريدة بأن السيد الصدر أكد استعداده إلى التوقيع على اتفاقية وفق هذه الشروط اللي تحدث عنها السيد الكندي خلال 72 ساعة بدل المبادرات اللي يتم السعي إليها. طيب هل هذا عقدا سياسيا جديدا يبنى على هكذا تفاوت في الرؤى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكريمين، حياك الله، ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة أن هذه التغريدة أو هذه التغريدة التي صدرت من وزير القائد لا ترتقي إلى أن تكون مبادرة أو تكون أطروحة حقيقية بمعنى الكلمة. يعني من وجهة نظرنا لربما هذه لدغدغة مشاعر الجمهور ولربما جميع الناقمين على العملية السياسية أو الآيسين من العملية السياسية، لا يمكن أن تكون أطروحة حقيقية. يعني فهي تتحدث عن تخريب العملية السياسية أو هدم البناء من الأساس. طيب ما هي الأطروحة البديلة؟ يعني ما بعد هذا الأمر
كيف سيكون تشكيل الحكومة القادمة، كيف سيتم اختيار الأعضاء، كيف سيكون الدستور. يعني هذه الاتفاقية تعلمون أنها هي يعني التغريدة جاءت حتى خارج السياقات الدستورية. فإذا ما هي السياقات الأخرى أو السياقات البديلة التي يمكن اعتمادها لتكون بديلا للعملية السياسية القائمة؟ ولهذا نقول أن هذه التغريدة ليست هي مبادرة بمعنى الكلمة أو مقترح لكي يرفع للأمم المتحدة أو للأطراف المساهمة في العملية السياسية، بقدر ما هي كأنما هي تصفية نية التيار الصدري أمام الجمهور. الحقيقة أن هذه قد تأكد لجميع الأطراف حتى الذين كانوا لربما مؤملين إلى أن يكون في يوم من الأيام يعني مساحة مشتركة مع التيار الصدري للذهاب في الحوار. أظن هذه التغريدة قد غلقت الأبواب، فهي بمثابة الاقتياد عمل انقلابي تجاه العملية السياسية القائمة. الحقيقة لا يحمد عقباها بأي شكل من الأشكال، لأنه كل بديل للقانون الحالي فهو فوضى، إلا أن يكون قانونا ناضجا مقبولا من جميع الأطراف السياسية. ونرى أن هذه التغريدة تفتقر إلى المعايير وإلى القوانين التي يمكن أن ترسم لنا خارطة طريق حقيقية بعد ما طلبه السيد الصدر في هذه التغريدة. نعم سمحت السيد، ما يتفضل ضيفي الكريمين بهذه الرؤى، يعني ابعاد الاحزاب السياسيه وفق ما يراه السيد الصدر، هل ينذر الى شيء محدد، يعني الى نهايه النفق اين ستكون؟ بالاضافه الى ما طرحه الدكتور الكندي، يعني موقف حلفاء الصدر من السنه والكرد، هل سيوافقون على هكذا طرح؟ لكل تغريده ولكل تصريح يجب ان تكون هناك حدود تراعى وتنظر منها، مثلا مقدار مطابقة هذه التغريدة ومخرجاتها مع رؤى وإرادة المرجعية الرشيدة في الواقع الإسلامي. ثانيا ما هي شدة وقدرة ودرجة مطابقة هذه التغريدة وهذا التصريح مع محصلة العقل الجمعي العراقي. ثالثا ما هو مقدار قبول هذه التغريدة نصا ومنتجا مع الرأي العام العالمي والرأي الأممي للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك كم هي تنطبق مع المنطق السليم والبعد العقلي العميق لدى الإنسان. من هنا تكون هذه التغريدات بشدة انطباقها تكون شدة فعالياتها، أما لما تكون خارجة عن هذا الانطباق يكون شيء غير مقدور عليه. ولذلك يقال إذا أردت أن تطاع فأعمل بما يستطاع. وبالأخير هناك أذواق مختلفة وهناك محصلات مختلفة وهناك، فأعتقد هذه التغريدات تحتاج إلى ترشيد أكثر وتسديد أكثر، ومن ثم تحصل على منتجات أكثر. وأعتقد الأخوة في الكيانات السياسية العراقية لهم الاستعداد لقبول كل ما هو منصف وكل ما هو حق ولكل ما هو يضع الأمور بموازينها، وهذا الذي يريدوه والذي يبتغوه، لا يبتغون شيء غير ذلك، خصوصا بعد تلك الجهود والعطاءات التي تقدموا بها وأعطوا بها، سواء كانت في جبهات القتال أو في المواضيع ومشاريع الواقع السياسي وكثير من هذه الحيثيات. فأعتقد هذه التغريدة والتغريدات اللاحقة يجب أن تكون واضح. أنتم تعلمون نقول الهدف في الذهن، هدف كل إنسان في ذهنه، هذا الهدف بالأصل في المحتوى الداخلي، الهدف هو صورة ذهنية غير متحققة نحتاج إلى وضوح معالمها والإرادة لإنزالها من الذهن إلى أرض الواقع. أعتقد هناك عدم وضوح في أهداف مباني المطلوب من هذه التغريدات، يحتاج إلى وضوح وتوضيحها للآخرين من أجل أن يكون هناك تفاعل معها، ومن ثم السير باتجاه تحريكها والوصول إلى مخرجاتها ومنتجاتها. دكتور هاشم، يعني لما تكون التغريدة معادل موضوعي للحوار، طيب التغريدة باتجاه واحد، ليس هناك انعكاس لرجع الصدى على حد تعبير النظريات الإعلامية. نأتي إلى مناقشة ختام هذه التغريدة، إذا لم يتحقق ذلك ما انسحبت الأحزاب من العملية السياسية
فإنه أوعد بأن لا يشترك بالعملية السياسية بعد الآن. هاي ترجم لي إياها دكتور شلون؟ أولاً مسألة التغريدات هي ليست ثوابت، كل التغريدات تقريباً تناقض أو تضرب، لكنها محركات أصبحت اليوم. أنا أقول، أنت تقول بأنني لن أشترك، أنا أجيب عن هذه الجزئية. نعم. في السابق أيضاً كان هنالك بالتظاهرات، وبعدها ب 24 ساعة جرى الأمر بخلاف ذلك. أصلاً ما يسمى بوزير الصدر وزير السيد مقتدى أصلاً بالتدخل ضد مجلس القضاء الأعلى خرج وقال بأن السيد مقتدى لا يعلم بهذه التحركات وهو منذ يومين بعيد عن الأجواء، فبالتالي لا يوجد ثوابت. وقبلها عندما ذهبوا إلى البرلمان وعطلوا البرلمان وجلساته واحتلوا البرلمان، كانت التعليمات تقول لهم اذهبوا وستأتيكم التعليمات فيما بعد. هذه كلها إشكاليات. الآن من يطرح شيء بعيدا عن أنه مقبول أو غير مقبول، حق أو غير حق، أليس ينتظر حوارا مع من يريد أن يستجيب له؟ أما أن تصدر تغريدات فيها طلبات ويرفض الحوار، فبهذا لا يسمى إلا إملاء وفرضا للإرادات، وفرض الإرادات والإملاءات غير مقبولة للجميع في ظل نظام ديمقراطي. فبالتالي التغريدات لا تأخذ أكثر من حجمها، ولكن في التغريدة ليست عدم المشاركة، في التغريدة لربما قد يفهم بأنه هذا تهديد، بمعنى أنه هذه الإثارات والمحركات التي ذكرتموها ستترك للشارع بعد ذلك، بأنني لن أغرد وسيترك هذا الأمر للشارع. من يحرك الشارع، من يهيج عواطف الجماهير، بالنتيجة ناس عندهم فهم معين، مطالب معينة، والبعض الأغلب هم خرج بعاطفته، أن يتركوا بعد أن يورطوا في حالة قد تصل إلى الفوضى لا سامح الله، أو إلى أكبر من الفوضى، الله يستر العراقيين جميعا، هذا أمر يتحمل مسؤوليته من دفع للناس بهذا الأمر. لا التخلي عن المسؤولية في وسط الطريق، ولا بد أن تكون الأمور واضحة. عندما أخذ طرف سياسي فرصة كاملة على مدى 8 أشهر أن يشكل حكومة ولم ينجح، ومن خالفه ذهب إلى أن يعارض ديمقراطيا في البرلمان، ما أن انسحب بإرادته إلا وألغى كل شيء لم أكن موجودا، فكل شيء لا بد أن يهد ويدمر. وأنا أقول هل يحق لأي طرف اليوم أن يدمر تجربة سياسية فيها ملاحظات ولكن فيها الكثير من البناء ومن الإنجازات الذي المطلوب نسعى إلى تمتينه تصحيحه وليس إلى هدمه. الهدم لا ينسجم إلا مع ما يريده من لا يحب العراق ولا يريد. طرح مهم يجب أن أعكسه للسيد كاظم الحيدري. أستاذ كاظم، يعني في دقيقة لو سمحت، يعني هكذا طرح عندما نريد أن نذهب إلى حلول، هل هو اللعب على عنصر الوقت أم أن المسير يذهب إلى يعني بوصلة القضاء بأن يقول قولته في حل البرلمان، في إعادة الانتخابات؟ كيف تنظر إلى المخرجات القريبة؟ نعم، يعني أتمنى أن أكون سمعت جوابك بشكل، يعني سؤالك بشكل جيد، لأنه الصوت مشوش عندي كثيرا صراحة. اللي افتهمته من جنابك أنه هل القضاء سيأخذ مجراه في لربما يأخذ قرارا بحل البرلمان؟ طبعا لا، يعني حسب السياقات الدستورية البرلمان هو من له الحق في اتخاذ قرار حل البرلمان، أي ممثلي الشعب الرسميين والمخولين رسميا لديهم هذا الحق. القضاء ليس لديه آلية لحل البرلمان دون الرجوع البرلمان معطل لهذه اللحظة، وهنالك جمع تواقيع من النواب يعني عقد الجلسة، ولربما هنالك تلويح بأن يتم عقد الجلسة واختيار رئيس الجمهورية والتصويت على إقالة رئيس البرلمان. كيف تنظر إلى هكذا سيناريو؟ يعني استبعد، يعني لربما من اولى الاولويات في هذه المرحله هي تشكيل الحكومه القادمه، فلتشكيل الحكومه القادمه اذا
نحتاج إلى التصويت على رئاسة الجمهورية، ولسنا في هذه المرحلة في صدد خلق مشاكل أخرى خلال هذه المرحلة. أشكرك شكرا جزيلا سيد كاظم الحيدري، عضو ائتلاف دولة القانون، حدثتنا عبر سكايب من كركوك، وشكرا كثيرا لحضرتك الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبل للدراسات، وشكرا كثيرا لحضرتك رافقتنا في الملفين سماحة السيد فرات الشرع رئيس مكتب المجلس الأعلى للإسلام العراقي في البصرة، حياكم الله. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.